مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل في محكم كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قطع نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عباد الله، لازلنا مع أصحاب رسول الله، لازلنا مع تلك الصفوة الطيبة التي حملت هذا الدين وضحت من أجل هذا الدين وقدمت لحمها ودمها وأولادها ومالها من أجل دين الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إذا كنا بالجمعة الماضية مع المدنيين، اليوم مع المكيين، اليوم مع الأسرة بكاملها، اليوم مع الأسرة بكاملها تعد من أجل دين الله، مع الأسرة بكاملها تقدم لحمها فداء لدين الله، وما يصدهم ذلك عن دين الله أبدا أبدا. اليوم مع تلك الأسرة الطيبة الزكية، مع تلك الأسرة التي أسلمت في يوم واحد، تلك الأسرة التي أسلمت في يوم واحد وتتكون من ثلاثة أفراد، أب وأم وولد واحد. هذه الأسرة هي أسرة ياسر، هذه الأسرة المكونة من ياسر وهو الأب، ومكونة من الأم وهي سمية وهي زوجته، ومكونة من الولد وهو عمار رضي الله عنه. هذه الأسرة دخلت في الإسلام في يوم واحد كما ذكرنا، بحيث أنه ذهب الولد أولا إلى رسول الله إلى طال الأرقم من الأرقم وقال يا رسول الله أريد دين الله، أريد الدخول في الإسلام، ودخل في الإسلام ورجع في الحين وفي التو إلى والديه مباشرة فقال لهما إني أسلمت بالله رب العالمين مع رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فأسلم معا في الحين بدون ترف، مع العلم أن هذه المرحلة هي المرحلة الخطيرة والخطيرة جدا، خطيرة جدا بمعنى الكلمة. كل من أسلم إلا ويذوق المشركون أشد العذاب وأنواع العذاب الذي لا يطيقه أحد إلا من شرب وذاق طعم الماء. هؤلاء النسوة، نساء ورجال وشباب، شباب وشابات ونساء ورجال، كلهم يعتنقون هذا الدين ويعانقون هذا الدين ويحملون هذا الدين ويقدمون ما يملكون لهذا الدين، لأنهم علموا أن هذا الدين هو سعادتهم في الدنيا والآخرة، وأن تضحيتهم لهذا الدين هو فيه ترقية لهم بين يدي الله سبحانه وتعالى في جنة عرضها السماوات والأرض. هؤلاء علموا بأن الدنيا فانية وأن الباقية فانية، هؤلاء علموا بأن الدنيا ومال الدنيا سيزول وأن الآخرة لن تزول، هؤلاء علموا بأن الدنيا ومتاعها متاع غرور وأن الآخرة متاعها متاع البقاء والاستمرار لا نهاية له. فاستطاعوا وهانت عليهم كل ما يقدمون لهذا الدين، وذلك اتباعا لرسولنا محمد عليه الصلاة والسلام.
هذه القصرة حينما الآن حينما أسلمت وبلغ الخبر إلى المشركين، فحدث ولا حرج عن العذاب الذين سيلاقونه من المشركين وعلى رأسهم أبو جهل عليه الله ما يستحق. هذه القصرة عذبت عذابا شديدا من أجل دينها، يمر نبينا محمد لكن شو هناك الدفاع؟ إيش الدفاع؟ لكن في دين الجهاد لماذا؟ الأمة في ضعف قليل، هؤلاء في يعني في بعض الروايات أن هؤلاء الثلاثة كانوا أسلموا بعد أربعة، رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام ونبي الله هذا رسول الله، ثم أبو بكر الصديق، ثم بلال، ثم خباب. هؤلاء أربعة، وثلاثة من هذه الأسرة اكتمل بهم السبعة. وفي مرحلة حرجة جدا جدا، والمشركون يترصدون لكل من يؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام يذوقون العذاب الشديد. يمر النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون، وهم يعذبون العذاب الشديد، سمية وعمار وياسين أي شيء يعذبون، لأنهم قالوا لا إله إلا الله ما آذوا أحدا، وما اقتلوا من أحد، وما أخذوا من أحد ماله، وما هجموا على أحد، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يخلفنا وأن رسوله الذي أرسله إلى هو محمد عليه الصلاة والسلام، والله أمرنا بأن نؤمن به وأن نتبعه. أنا قالوا فقط لا ما ظلموا أحدا، ما ظلموا كبيرا ولا صغيرا، ولا بكلام ولا بإشارة ولا بأي شيء، إلا أنهم لماذا يقولون عليهم يعذبون سمية وعمار وياسر، والدماء تجري من أجسادهم، ويحفرون لهم حفر حتى أن العلق حفر غارقة، ويرمونهم في تلك الحفر حتى تلتزق روحهم، ثم بعد ذلك يخرجونهم ثم يعذبونهم مرة أخرى، ويوضع على أجسادهم محمات من النار، مصامد في النار توضع في النار حتى تصير بيضاء، ثم يمرنونها على أجسادهم. انظروا إلى أعداء الإسلام كيف هم مع الإسلام وكيف هم مع دين الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم ويقول لهم صبرا هذا يسير، إن وجهكم جنة. أنا أقول لكم شيئا واحدا، أنا أبشركم بجنة الله سبحانه وتعالى، ليس عندي غير هذا. اصبروا، هذا هو الدين، آمنتم، هذا هو الدين. فالدين غالي، الدين ليس رخيص، الدين ليس رخيص، الدين أغلى شيء. الله سبحانه وتعالى جعل الأنبياء والصالحين والكثير من الأنبياء يموتون لأجل دين الله. وكم من نبي قتل، كم من عدد، كم من نبي قتل معه ربيون كثير، من أجل ماذا قتلوا؟ لأجل دين الله، يبلغون رسالة الله. يقول الناس سعادتكم وأمنكم ورخاؤكم في الدنيا والآخرة لهذا الدين فقط، نحن أتيناكم الخير، نحن أتيناكم السعادة، لماذا لا تؤمنوا؟ لا نعذبكم ونقتلكم. ليس هذا الحق، هو الحق، ولكن الحق يعلو ولا يعلو، لكن إذا قام أهله الحق يعلو، لكن إذا قام أهله وأقاموه في حياتهم كما هؤلاء قاموا الدين في حياتهم أولا وأحوا من أجله، فصار الدين أغلى شيء عندهم في حياتهم. من كان يفرط في الدين؟ ابن الصديق يقول أينقص الدين وأنا حي؟ ابن الصديق يقول أينقص الدين وأنا حي؟ من كان شيء؟ ينقص المال، ينقص كذا، ينقص الدنيا كاملة، أينقص الدين وأنا حي؟ هكذا كل مسلم عليه أن يقول أينقص الدين في حياتي وأنا لازلت أقدر على الصلاة والزكاة وقراءة القرآن واستغفار النصيحة والتوحيد وتربية أولادي والأخلاق، أينقص الدين في بيتي؟ أيسقط الدين في بنتي؟ أينقص الدين في ولدي؟ أينقص الدين في نفسي؟ أينقص الدين في أسرتي؟ فكيف ينقص هذا الدين الذي أتى بالدماء وحمله الرجال والنساء بضحيات كبيرة؟ فكيف ينقص هذا الدين في حياتنا حتى أصبح الدين عندنا في حياتنا أرخص شيء؟ آخر ما نعطيه الوقت هو الدين، إلا من رحم الله جعلنا وإياكم من المرحومين. آخر ما نعطيه القيمة والوقت هو الدين. آخر شيء في الحياة لأنه
ما يكون حتى ننتهي من الدنيا حتى ننتهي من الشمام وكذا وكذا عاد إلى قشي بارك هذه الوقت عاد أجي الدين وكيف أشهد أن الدين حينما نقدم الدنيا كيف سيكون الدين ولو قمنا بكم ضعيف كيف كيف كل ما حي يشتهي ويضع أمامه هذه التحيات تضع أمامنا هذه التحيات تتحرك قلوبنا تضع أمامنا هذه التحيات تحيات النساء والرجال هذه التحيات لا فقط هذه التضحية وقصفها أي من أجل أن نتحرك نحن في حياتنا فهم ذهبوا وبشرهم من أصحاب الجنة لكن نحن ما قدمنا لهذا الدين كم قمنا بهذا الدين كم سعدنا بهذا الدين كم حصلنا على السعادة من هذا الدين الحياة ديالنا كم قدمنا وكل واحد يعلم يعني كم قدم وكم أخر لهذا الدين وصلى الآن يا سيدنا معيدكم الجنة أبو جهل يعذبهم حتى يشرفون على الهلاك ثم يرفع عنهم العذاب ثم يعودهم إلى تعذيبهم كأنه مهيدا هو يعذب كما يشاء ويبعث كما يشاء هو من معروف وذات مرة أبو جهل الآن استهزأ بسمية وذات مرة قال أبو جهل بسمية وياسر وحاضر موجود وهي الزوج ديالها والولد فقال لها أظن أن زوجك سيموت قبلك ولكنك ستفرحين استهزام شوف الكفر انظروا إلى الكفر انظروا إلى الأطرسة انظروا الكفر ماذا يفعلوا بأهلي ولكنك ستفرحين أن يموت قبلك لأنني أراد عشقت محمدا وستتزوجين به انظروا يا عباد الله انظروا كيف يتكلم هذا الفاجر كيف يتكلم مع امرأة تحت العذاب ويقول أن زوجك سيموت قبلك وأنك أفرحي لماذا لأنك تحب محمد ولك ستتزوجين به انظروا يا عباد الله فتحملت العذاب لكن حملت العذاب أشد العذاب لكن ما تحملت الكلمة فقالت له يا عدو الله أخزاك الله وبصقت في وجهه وقالت والله إنك لأهون عندي من الجعد على القمامة والله إنك لأهون عندي من الجعل على القمامة الجعل يدهن أحدك عندك الحشرة عند الحشرة التي يمشي عند النجاسة والقوقة معروفة هذه الجبل والبوادي كتصير غير نجاسة قالت أنت ما كتساويش عندي حتى ديك الحشرة اللي هي كتقوق النجاسة وكتلعب بها ما كتساويش أنت عندي أنا والله إنك لأهون عندي من الجعل على القمامة هذا يظن بأنك أنت قد شي حاجة عندي شيء كان تسوش على شي حاجة عندي الآن سيفتق فأخذ حربته ورمها في منطق عفتها فخرجت رفايدة فكانت أول شيء للإسلام تضحية مباشرة حينما رمها بسهم في موضع عفتها أخذ الله سبحانه وتعالى وهي من جنة عند رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام والأب ينظر الزوج ينظر والولد ينظر إلى هذه الحالة وبعد مدة قصيرة مات الزوج ياسر بالعذاب وتحت غرفة العذاب بعد مدة قصيرة فبقي عمار وكان الأمر الآن أقسى من قبل أقسى بكثير شرس مثلهم الآن بقي هذا الولد الآن بقي أقسى العذاب كان عنده هذه المرحلة بعد موت أبيه وأمه كان شديدا أذاقوه يوما ما يعني أذاقوه عذابا لم يستطع أن يتحمل يعني كذا وكذا حتى قال له حتى
أن يسبهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن يذكر آلهتهم بخير. أخرج أبو معين الحلية عن أبي عبيدة بن محمد بن عمر قال: أخذ المشركون عمار رضي الله عنه فليتركوه حتى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير. فلما أتى رسول الله، لأنه يعني هو حينما يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: ما وراءك؟ ما وراءك يا عمر؟ هيا ماذا وراءك؟ قال له: شر يا رسول الله، شر يا رسول الله. قال: ما تركت وما توقف عن العذاب حتى نلت منك يا رسول الله. حتى نلت منك يا رسول الله. فقال له: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ كيف قلبك؟ قال: يا رسول الله، أجد قلبي مطمئن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. قلبك مطمئن بالإيمان، إذا قلوا قل لي يجعل غيقل. قلبك مطمئن بالإيمان، صح. أي حاجة قالوها له قلبك فيها شهادة، هي كل شيء. قلبك مطمئن بالإيمان. قالوا: يا رسول الله، إن قلبي مطمئن بالإيمان. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. شوف كتاب سبحانه وتعالى القرآن الكريم يتلى يوم القيامة: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أوكي، تضحيات الجن وحي من الله، تضحيات تأتي بالنصرة من الله. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولا مدى. أرغموك يعني في الدعاء الحلال قد مطمئن بالله. وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام لقي عمارا وهو يبكي، رواية أخرى وهو وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله سبحانه وتعالى أن تقي عمار وهو يبكي، فجعل يمسح عن عينيه الدموع يبكي، وهو يقول: أخذك الكفار فغطوك في النار. كان يقول له برمج الماء ويدخلوا بسطو حتى الجوال اختلف، الجوال اختلف أو يشبه، يقول له: قل ما تقول، قل ما تقول، أما يقول: يلا دخل أو دخل، أو يدخلوا بديك برمج الماء حتى الجوال اختلف. عجب قل ما تقول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذك الكفار فغطوك في النار فقلت كذا وكذا، فقلت كذا وكذا، فإن عادوا فعد، فإن عادوا فقل ذلك لهم، فإن عادوا فقل ذلك. وورد أيضا عن عمر بن ميمون قال: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويمسح بيده على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. تقول ذلك الأدلة بين عمار شفت على جنة تهمة في العراق لمدت فتنة من المسلمين بين عائلة معاوية حينما قتل علم الصحابة والباقي شنو هو شنو الكافر الباقي يقول لي خرج على الإيمان وأشقاد وإن طائفة فإن بغت إحداهم المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. محمد كان عنده حوالي 100 سنة، كان 94 سنة كما ورد في بعض الأريبات. اللهم أعطينا الأحياء اللهم أعطينا
اللهم اغفر لهذه الله.